السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Reading Family Values. النص اليوم عن قيم الأسرة والمجتمع. Family Values and Society. طيب قبل أن نقرأ, What makes a good family? ما الذي يجعل الأسرة جيدة؟ ما هي الأشياء التي تحتاجها كل أسرة؟ يعني What makes a good family? Love and care makes a good family. الحب والرعاية تجعلان الأسرة سعيدة. What are the things that every family needs? ما هي الأشياء التي تحتاجها كل أسرة؟ تحتاج المأكل, المشرب, ملبس, ملجأ. ف need home يعني البيت, food المأكل, clothes الملبس, education الدراسة. طيب نقرأ الدرس ثم نترجمه بالعربية. طيب, سعودي أرابيا has many assets to build good future. We have a vision for the country. This vision has three themes. One of these themes is a good society. Families are very important in society. They protect society and they care for the children. A very important part of our country is Islamic values. Islam helps families stay together. Saudi Arabia provides families with support for their children. It assists partners with their children's education. Families care for their children and for the future of the country. Every family wants a home. Saudi Arabia also helps its families to buy homes and feel safe. طيب, موضوع هذا الكلام كله يقول عن قيم الأسر والمجتمع في المملكة العربية السعودية. لديها العديد من الأصول لبناء مستقبل جيد, ولدينا رؤية العائلة مهمة جدا في المجتمع. إنهم يحمون المجتمع ويهتمون بالأطفال, وتعتبر القيم الإسلامية جزءا مهما جدا من بلدنا. والإسلام يساعد العائلات على إبقاء معا. تقدم المملكة العربية السعودية الدعم للأسر لأطفالها, يساعد الآباء في تعليم أبنائهم, تعتني العائلات بأبنائها ومستقبل البلاد. وكل أسرة تريد منذرا, كما تساعد المملكة العربية السعودية أسرها في شراء المنازل. طيب, assets الأصول والقيم. To build a good future, لبناء المستقبل الجيد. يعني vision معناتها الرؤية, for vision معناتها كلمة vision معناتها الرؤية, for the country البلد. okay, with this vision has three themes. في لديها ثلاثة يعني قيم أو جزء مهمة من الرؤية 2030 يعني. okay, they to protect يعني لحماية الأسرة والحماية الأطفال ورعايتها. helps يعني يساعد families يعني أسر together معا. provides يوفر يعني بمعنى توفير. support الدعم. their children assets يعني القيم قيمهم وأصولهم. وكل هذه معاني الكلمات السهلة بإذن الله تعالى قد عرفتوها. طيب, after reading بعد القراءة, what do families do for their children? الإجابة على السؤال عليها, ما الذي تفعله الأسر تجاه أطفالها؟ فتكتب بهذه الطريقة, they care for children, إنهم يهتمون بالأطفال, أي they care for the children. طيب, السؤال الثاني يقول عندنا, what things and services does Saudi Arabia give to families? السؤال الثاني, what things and services does Saudi Arabia give to families? ما هي العون التي تقدمها السعودية للأطفال؟ العون التي تقدمها Saudi Arabia provides families with support for their children. It assists parents with their children education. المملكة تقدم العون لأطفالها ولدراستهم. طيب, رقم ثلاثة هنا بمناقشة الرقم الثلاثة, find words in the text that mean the same. يعني ابحث عن كلمات التي تكون مطابقة في النص. مثلا benefits
وadvantages بمعنى benefits يعني assets هي القيم والأصول، advantages يعني التي تحصل منها الفائدة، والdream والaim الطموح والحلم بمعنى الرؤية الvision، topics هو الموضوع والthemes هي الموضوعات يعني في النص، defend protect يعني الدفاع والحماية، gives provides يعني يوفر يعطي يوفر، help words noun verbs، support and assist helps بمعنى support الدعم العون والمساعدة، كل هذه الكلمات تؤدي بمعنى الhelp. طيب discussion المناقشة، why is family important، ليش هي الأسرة مهمة، because they protect society and they care for the children، because they protect society and they care for the children، إنهم يحمون المجتمع ويهتمون بالأطفال، لهذا السبب الأسرة مهمة. طيب سؤال الأخير، what do you do to be a good member of your family، ما الذي تفعله لتكون جزءا مهما من عائلتك، I obey my parents and help them، أنا أطيع أهلي وأساعدهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.